السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدأ أسوي بروستل بس بطريقة صحية، بدأ أسويه بالفرن، راح يطلع نفس الطعمة والقرمشة بس هيك صحي أكتر وخفيف على المعدة. وفي ناس بتحبه مقلي بالزيت وفي ناس بتحبه بالفرن، وهو أكتر شيء كويس للناس المرضانين، الله يشفيهم يا رب ويعافيهم، يعني اللي معدتهم ما بتتحمل القليب الزيت. هلا هون انا حطيت الفروج وحطيت عود القرفه وحب الهيل وكبش قرنفل كما انكم شايفين وبصله وورق الغار، هدول المعطرات اللي بدي انكه فيهم المرقه. هي المرقه ما بدنا اياها، وخلينا نقول اللي ننكه فيها الفروج. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هي المي، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا مثل مثلا حماتي انا الله يشفيها يا رب ويعافيها ما بتحسن تاكل شيء مقلي بالزيت ابدا، منشان هيك وبتحب البروستل هي كتير، منشان هيك هذا صحي كتير وكتير مفيد وطيب وما بتختلف طعمته ابدا. منشان هيك هاي الاكلة لمرت عمي الله يشفيها يا رب ويشفي جميع مرضى المؤمنين يا رب. هلا انا هذا الفروج حطيته على السلقة. شلون بدي اسلقه؟ بدي اسلقه نص سلقة، يعني نص استوى بس، وبعدين بدي اطالعه. المرقة هاي ما بدي اياها لاني ما بستفيد منها، ما اخذت الطعمة، بدي اكبها. هلا حطيته، عليت النار عليه لتغلي المي، بوطيه طبعا، بغطي بترك شوي مكشف الغطا مشان ما تفور. ونص استوى، يعني اذا الاستوى عنا نص ساعة معناتها نحن بدنا 20 دقيقة تقريبا، لا عفوا نص ساعة ل 15 دقيقة بدنا، إذا 35 دقيقة بدنا 20 دقيقة، يعني نحن بدنا نشوف هاي بالنظر. هلا هاي الفروج صار جاهز، تركته لوقت ما برد على السوا، لازم يبرد مثل ما انكم شايفين. وهي هون عندي 6 بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم. هون أنا حطيت 6 بيضات ورشة بهار بس، بأخفقهم مع بعضهم، حط معهم كمان نسيت شوية حليب، يعني تقريبا نص فنجان مشان الزنخة. هاي البيض صار جاهز تحطه على الزيت. هون انا حطيت طحين مثل ما انكم شايفين، 3 كاسات تقريبا انا حطيت. انا ليش هيك عم بحط؟ حسب الكمية اللي عندي، انا عندي هون في كمية كتيرة، بقى حسبها بنحط بيض بنحط الطحين. هون جهزت الصينية، ورق الزبدة، صينية الفرن، هاي ورق الزبدة كمان حطيته فوقها، وهي الطحين مثل ما قلت لكم والفروج والبيض. هلا نجي للكعك المطحون او خبز مطحون كمان بصير، اللي هو البقسماط بالمصري. انا هذا جايبته جاهز خبز، اذا عندكم خبز تطحنوه انتو بتيبسوه شوي وبتطحنوه بصير، او كعك اذا عندكم كعك انتو تطحنوه، بس انا هذا جايبته جاهز. هلا انا بدي احط هون، بدي احط ملح، هون عندي تقريبا معلقة كبيرة مسح ملح، بسم الله الرحمن الرحيم. وهي الزعتر الأخضر كمان معلقة كبيرة. هون الكركم، هذا كركم، هاي حبة البركة مع هاي المطحون مع بعضهم، يعني أنا عندي إياهم. هون الكمية بتحطوها مثل ما بدكم انتو، لأني هون بتقللوه للكعك أو بتكتروه ما بعرف، انتو بتحطوه حسب ما انتو بدكم، بس هدول هن اعبد لكم اياهم. الكركم، حبه البركه مع الهيل مطحونين مع بعضهم، فليفله حمراء ناعمه، هاي اكليل الجبل كمان، وبهار 7 بهارات، الكبش قرنفل مطحون كمان، ومحلب نص معلقه محلب، انا بحط محلب بيعطي طعم كتير طيبه. هدول هن التوابل اللي بدي احطهم انا مع الكعك المطحون او البقسماط خلينا نقول، واحركهم مع بعضهم. هدول بده يعطوا نكهه كتير كتير طيبه. هلا الموجود عنا بنحطه، يعني من التوابل هدول الموجود من التوابل عنا بنحطه، والمو موجود بيصير بلاه، يعني ما لازم انه ما هي الشغله ما هي موجوده عنا ما بنحسن نساوي. المهم يكون في فليفله حمراء، في ملح، في بهار، كزبرة كمان إذا بدنا نحط شوية كزبرة، زعتر أخضر، يعني يابس عفوا.
حركتهم مع بعضهم. الكركم ليش حطيته انا او العصفر القسم تاني العصفر؟ لان بيعطي لون كتير حلو لون الاصفر. هلا بدنا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي ملتهم بالبيض هيك، بسم الله. بعد البيض ملتهم بالطحين عشان يمسك عليهم على السوا. هلا برجع بلتهم بالبيض مرة تانية. وهلا على البقسماط او الكعك المطحون. هيك ملتهم على السوا. بنصفن بالصينية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هون عندي الفخدة كاملة قطعتها نص ورك ونص دبوس. هاي بيض. شايفين شلون؟ إذا بدنا أنا أحيانا بجهزها قبل بنهار، يعني بسلق الفروج بركنه وبغطيه بنايلون وبشيله بالبراد لتاني نهار. تاني نهار بابا علي بس قلته. واحيانا لما بيكون عندي اكياس، هلا انا ما عندي اكياس، بحط الطحين والبقسومات بكيس وباخد هيك من البيض وبدخلها رأسا على الكيس وبدفنها دفن يعني بالكيس، بحيث اني ما اتعذب هيك قلت من صحن لصحن. نتأكد هون بالمقصومات انه لتيناها على السوا، لاني هون الطعمة، هون البهارات وهون القرمشة وهون اللون اللي بده يطلع اللون كويس. هلا الفرن انا هون عندي، هلا حميت الفرن انا، شغلته من فوق ومن تحت وحميته على 180 عشان احط الصينية تكون من النص، يعني بالرف النصيني هيك. وهلا اغلقهم للبقايا وارجع. هيك الفروج صار جاهز. انا عفتهم 20 دقيقة. شايفين لسه بحالة، يعني ما استويت، نقول نزلت مثل ما قلت لكم نص استوى بس. شايفين؟ هلا بالنسبة للفخاد انا ما قلت لكم، لما بدي اجي اسلقهم بنزل الجلدة هيك بغطيها كلياتها وبحطها بالطنجرة. حطيتها بالطنجرة، لما بدها تنسلق بتضل هيك ومغطاية بالجلدة، واللي الجلدة ما بده اياها بيشيلها، يعني بصير بلا جلدة. شايفين كلياتهم مغطيين بالجلدة مثل ما انا حطيتهم قبل ما اصب المي فوقهم. شايفين كلهم مغطيين هيك بجلدتهم، يعني ما قشرت الجلدة عنهم، لاني من البداية مثل ما قلت لكم غطيتهم هيك بالجلدة، لاني انا بدي الجلدة، واللي ما بده الجلدة بشيلها، بصير يشيلها. حاشتهم هلا هيك بدي اشيلهم. هون نسيت اقلكم حطيت ملح انا كمان هون مع السلق، لما كنت عم بسلقهم حطيت ملح. هلا هيك مثل ما انكم شايفين الصينيه صارت جاهزه. شايفين شلون؟ هلا بقدر احطها بالفرن. الفرن عندي صار حامي مثل ما قلت لكم على 180، شغلته من فوق ومن تحت، يعني هلا بتاخذ تقريبا اكثر من نص ساعه. هلا بنشوف شو قد تاخذ وبرجع بقلكم الوقت. هلا البروستيت صار بالفرن. هلا انا بدي اساوي جنبها كريم التوم بالبطاطا، كتير طيبه. كانوا اول يسووها بسوريا لما ما كان طلع لسه كريم التوم هذا اللي بالنشه واللي بالبيض، كانت هالطريقه تجي مع الفروج المشوي لما نشتري الفروج المشوي. هلا اول شيء هون انا فرمت البطاطا هيك، قطعتها هيك فرمتها مثل ما انكم شايفين، حطيت مي على النار وحطيت البطاطا. هلا بدي اياها تستوي، تستوي يعني على الاخير، يعني كتير تستوي وبعدين بنرجع. هلا هيك البطاطا صارت جاهزة. شايفين همست همس؟ شايفين شلون هيك بدها تستوي كتير كويس. هلا وهي سخنة نار حطيتها بالمكسر، او اذا فيها الراسة عندكم، انا عندي هالراسة بس بدي استعمل المكسر اسهل. وهي التوم، راس توم، لاني نكتر التوم شوي. وهي عصير ليمون تقريبا فنجان.
وملح حسب الرغبة، وشوية زيت زيتون كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. زيت زيتون تقريبا كمان فنجان. هلا هلا شوفوا شلون صارت منظومة. شايفين هالمطة؟ شايفين؟ بقي بس ندوق، انا دقتها بس بقي هلا ندوق. رائعة وما ناقصة شي، حامضة والملح والزيت كتير كتير طيبة، يعني لا المايونيز ولا كريمة التوم اللي بنساويه بالبيض او بالنشا ولا ميجاب خبرن. جربوها وصدقوني ما رح تندموا ابدا، بالعكس لو جربتوها مرة رح تساووها كل مرة. وهي البروستيل صار جاهز، شايفين؟ رائع. سمعاني هلا كمان بفتح وحدة. منظوم ريحة البهارات اللي حطيناها، التوابل بتشهي بتغرف القلب. وحدة مشان تشوفوا شلون قلبه، شايفين؟ يعني القرشة منظومة وهي قلبه، شايفين؟ سمعاني صوت القرشة؟ جربوها صدقوني كتير رح تعجبكم، رائعة وخاصة للدايت كمان منظومة. وهي مثل ما انكم شايفين البروستة، شايفين لونه مع احلات ذهبي، لونه رائع وريحته كتير طيبة. جربوه ما رح تندموا، طريقته سهلة وصحي وفعلا طيب، وكمان كريم التوم اللي بالبطاطا اللي انا ساويته رائع رائع. شايفين منظره؟ واذا عجبكم لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتعليق هيك حلو مثلكم، وتابعوني على صفحتي بالفيسبوك ودعموني بلايك، ولو سمحتوا تشتركوا بقناة ابني علي تك. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.